زي لا لا استقبلنا الكثير من الجرحى، تقريبا 104 جريح. تتراوح الإصابة ما بين طفيفة ومتوسطة وكبيرة. اليمن تمر بكارثة، وكارثة مستمرة. أما كارثة البارحة وهي استهداف عزاء في الصالة الكبرى فهي من أكبر الكوارث اللي واجهناها في أمانة العاصمة. الاستعداد الحمد لله كانت على أحسن ما يرام، تم استدعاء جميع الأطباء، تم استدعاء جميع الناس المتبرعين بالدم للتوجه للمستشفيات، تم التوجيه إلى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية بعلاج جميع الجرحى مجانا. ونستقبل الناس، وكانت صالة مزعومة بالناس أكثر من 800 شخص بين شايب وطفل وكبير وصغير، إلا بصوت الطائرة والصاروخ الأول يضرب يدخل من السقف حتى خزق الدور البدرون وانفجر. أصيب من أصيب في هذه اللحظات، أنا حسيت نفسي بين حرق حريق كلي بين حرق، أخذت نفسي لأسعف نفسي، خرجت من الباب إلا دخلوا الناس يسعفوا وضربوهم بصاروخ ثاني استهدفوا المسعفين. انتشروا الناس زي الجراد ولا خلى لهم حالهم. أول ما ضرب الضربة الأولى بعدها يمكن خمس دقائق دقيقتين وضرب الثاني، ناس لقيناهم وناس ما لقيناهم، ناس ماتوا وناس مصابين. وذا أنا الحمد لله على ما افتخر قدرنا أحسن واحد هذا فيني ضربها أنا وذا.